من الإمارات يشاع الخير، من دبي تتألق الإنجازات، معنا تتحول الحياة إلى متعة من الرفاهية. نحن لا نقدم لك خدمة، بل تعيش معنا حلماً في دروب الخير. برنامجنا نتواصل ونقصر الدوب، معناه نتواصل ونتحدث فيكون حديثنا سبب في الترويح عن النفس من معاناتها الناجمة من مشقة الحياة، فنقلل تلك المعاناة. والتواصل يكون من خلال التواجد في وسيلة من وسائل النقل الموجودة في إمارة دبي. حلقتنا الأولى بتكون عن مترو دبي، أحد أهم مشاريع هيئة الطرق والمواصلات. تابعونا في برنامج نتواصل ونقصر الدوب. كالأحلام ينساب في طرقات المدينة حاملاً الراحة والرفاهية، يتجلى مروره الهادئ في مساره الخاص، فيعيد روعة البدايات وجميل الإنجازات. فمترو دبي أكثر من مشروع وأهم من إنجاز، إنه رسالة تحضر تبعثها المدينة الراقية لكل العالم. هنا نحن لا نعرف كلمة مستحيل. بين بداية التفكير في المشروع في عام 1997 وافتتاحه في عام 2009، رحلة ابتكار وعطاء وإصرار تعكس مفردات دبي الخاصة. فالمدينة التي كانت مجرد قرية صغيرة للصيادين أضحت مدينة عالمية تقصدها أمم وحضارات للتعلم منها كيف أصبحت دبي قبلة العالم. بتزايد أعداد السكان والمقيمين والوافدين في المدينة، أصبح وجود نظام مروري بديل ضرورة ملحة. ففي ظل تحول دبي السريع من مجرد مدينة ذات ثقل اقتصادي وتنموي إلى مدينة عالمية، تحتاج لنوع جديد من التفكير، وأيضاً مشروع يوفر لها تخفيف الزحام، مواجهة الزيادة السكنية، المحافظة على البيئة، ربط أحياء دبي ببعضها. ومن هنا ولدت فكرة مترو دبي. مشاهدينا، مثل ما تعرفون أن مترو دبي غير خارطة دبي بالكامل، وأصبح يستخدمها شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين والسواح والقادمين على أرض الدولة، وتحديدا إمارة دبي. لتعرف أكثر عن مترو دبي ويانا السيد عدنان الحمادي، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، حياك الله ويانا في برنامجنا. خبرني أكثر عن الهدف من مشروع مترو دبي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه طرق المواصلات لها استراتيجية واضحة. هالاستراتيجية تهدف إلى تحقيق التكامل ما بين وسائل النقل الجماعي، والاستراتيجية هاي منبثقة ومأخوذة من خطة دبي الاستراتيجية لقطاع البنية التحتية، الرامية إلى توفير نظام طرق ونظام نقل متكامل يضمن الانسيابية في الحركة، وأيضا تتوفر فيها أعلى معايير السلامة. هيئة الطرق والمواصلات في دبي لها رؤية واضحة، اللي هي تنقل آمن وسهل للجميع. سيد عدنان، من أين جاءت فكرة المشروع، مشروع مترو دبي، وكيف تم دراسته؟ مشاريع من هذا النوع، مترو دبي وشريعة النقل الجماعي الضخمة هذه، تبنى على الدراسات. وآخر دراسة تمت أوضحت الدراسة بشكل واضح أن لابد من وجود نظام نقل جماعي سريع ذا طاقة استيعاب عالية، وكان التوصية بوجود نظام مترو. بالنسبة لتخطيط المحطات وتصاميمها، يعني كيف تم التخطيط والتصاميم، من يعني استوحت من ماذا بالضبط؟ طبعا اولا لازم نتكلم عن جزء مهم جدا، اللي هو في نجاح المشروع، اللي هو اختيار اماكن المحطات. هاي تبنى ايضا على الدراسات، وهذه الدراسات تاخذ في عين الاعتبار كثافه السكانيه، المناطق التجاريه، وحتى ايضا تاخذ في عين الاعتبار الخطط المستقبليه وليس حاليه ايضا. اما التصاميم طبعا احنا استوحيناها من الطبيعه ومن التراث. مثل ما تشوف المحطه هذه تراثيه جميله جدا، اخذنا من اربع عناصر، طبعا هي الهواء والماء والارض والنار. الشكل الخارجي يختير من الطبيعة أيضا ومن تراث الإمارات، اللي هي المحار أو الصدف، شكله يعني حتى ذهبي وصمم على هالطريقة. هاي محطة مثالية احنا عندنا موجودة هنا، تمثل كيف احنا استطعنا نحقق التكامل ما بين ثلاث وسائل نقل جماعية مهمة، والخارطة تبين ذلك. طبعا عندنا احنا في محطة الغضيبة عندنا النقل البحري قريب جدا، وعندنا أيضا محطة الحافلات
في الجهة المقابلة. وطبعا أيضا جزء من التنفيذ والتخطيط أيضا ربط الثلاث وسائل نقل بممر مشاه آمن، فتعتبر محطة القبيض محطة مثالية جدا لعكس مدى التزام الهيئة بتنفيذ استراتيجيتها فيما يخص تكامل وسائل النقل الجماعي. طبعا لابد هناك وجود خطط مستقبلية، طالما المدينة في تطور وازدهار عمراني وازدياد عدد السكان، فلابد من هناك تقوم دراسات مستمرة، وهذه مبنية أيضا مثل ما قلنا على دراسات تخذ فيها كثير من الاعتبارات من سياسات وتطور عمراني وسكان. سيد عدنان حمادي المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، شكرا جزيلا لك. الحين الشخص من أول ما يدخل أي محطة من محطات المترو كيف أن يشتري بطاقة وكيف أن يتعامل مع الماكينة الموجودة، هذا بنتعرف عليه أكثر مع السيد رمضان عبد الله مدير إدارة تشغيل القطارات، حياك الله ويانا. الله يحييك. طبعا بمجرد دخول الشخص المحطة طبعا هناك بعض اللوحات التعريفية موجود فيها طبعا نظام التعرفة والمستخدمة في المترو وأنواع البطاقات وكذلك الغرامات الموجودة في المترو، يتوجه الى مكان التذاكر الموجوده هنا، من خلال مكان التذاكر ممكن يشتري التذكره اللي هو يرغب فيها، يختار مثلا رحله واحده سنجل تريب، وهذا طبعا متوفر باللغه العربيه واللغه الانجليزيه، احنا نستخدم اللغه الانجليزيه هنا، ممكن نحولها باي وقت تبغي باللغه العربيه تحولت اللغه العربيه في نفس الوقت، ياخذ رحله قصيره مباشره، النظام راح يبين لك انه ممكن انت تحتاج تدفع 4 دراهم لشراء الرحله قصيره. بعد ذلك طبعا احنا ممكن بكل سهولة حتى المبالغ النقدية العملات الورقية ممكن يقبلها النظام، نضع العملة النقدية ويتم إصدار التذكرة بشكل مباشر من خلال الجهاز. الآن بعد ما أخذنا البطاقة من الماكينة بنصير مباشرة للبوابات الموجودة في كل محطة وبنشوف كيف التعامل يتم. هناك عدة وسائل طبعا للوصول للقطارات، منها طبعا وجود المصاعد اللي أمامنا هنا، في بعض السلالم المتحركه كذلك، هذا خيار ثاني موجود للمستخدمين للوصول للقطارات، وايضا السلالم العاديه اذا اي حد رغب يستخدم سلالم عاديه ويمارس بعض الرياضه يحتاج. استاذ رمضان، وصلنا الان الى البوابات وملاحظ وجود اكثر من شيء موجود، يعني خبرني عن الشاشه هذه الموجوده اللي عليها الوقت. هاي الشاشات تعطيك معلومات عن موعد القطار القادم، بالاضافه انها طبعا توضح لك التوقيت الحالي في اماره دبي. طبعا هذا زر الطوارئ طبعا في حال حصول اي مشكله مع اي احد من الركاب طبعا في القطار او خلال ركوب القطار، ممكن اي شخص ثاني يضغط الزر هذا يوقف القطار بشكل مباشر لتفادي كذلك مثل ما قلنا اي عواقب اخرى ممكن تحصل. بالاضافه طبعا موجود نقطه مساعده هنا، اذا الشخص موجود في الليل مثلا لوحده هنا ما في حد ثاني وحصل له اي مشكله ممكن يضغط الزر الموجود هنا ويتكلم مع الاشخاص الموجودين في مركز التحكم ويطلب منهم المساعدة. نعم. وأيضا لاحظنا هذه العلامات المعدنية اللي على الأرض. هذه علامات عالمية متعارف عليها لذوي الإعاقة، طبعا يستخدمونها بالذات الأشخاص اللي عندهم ضعف في البصر. الكفيف يعني الكفيف أو اللي عندهم ضعف في البصر. طبعا البروز لما تحصل فيه نقاط معناته هذا نقطة قرار أو نقطة تحول، ممكن الشخص يعرف أن المكان هذا موجود فيه بوابة. طيب أستاذ رمضان، إحنا الآن على الرصيف في انتظار العربة أو المترو، خبرنا عن البوابات هذه وسائل الامان والسلامه الموجوده فيها. البوابات هذه طبعا يسمونها بوابات رصيف المحطه، البوابات هذه موجوده تفصل بين منطقه الانتظار في على رصيف المحطه وبين خطوط القطار الموجوده في الاسفل هني، هذا طبعا توفر نوع من الحمايه لعدم تساقط المستخدمين على خطوط القطار. لما القطار يوصل طبعا هناك بوابات مماثله على عربه القطار، البوابات هذه اللي موجوده هنا والبوابات الموجوده في عربه القطار تفتح مع بعض بشكل آني ومتناسق 100% بحيث ان الشخص ما يلاحظ ان هناك بوابتين. الان البوابه بتفتح. We'll be right back.
كل قطار يتكون من 5 عربات وجميعها طبعا مكيفة ويعمل بطاقة كهربائية شدتها 750 فولت. طبعا الأستاذ رمضان توجه مباشرة أو أكمل طريقه إلى مركز التحكم ليعرفنا أكثر عن التحكم بالقطارات. نحن هنا طبعا في مركز عمليات تشغيل مترو دبي. المركز هذا يقوم بكافة عمليات التشغيل اليومية والمراقبة الفعالة لكافة أنظمة التشغيل وتسيير مترو دبي. الشاشة اللي خلفنا طبعا يوضح مسار الخط الأخضر، يوضح طبعا كذلك حركة القطارات على المسار هذا. إذا نظرنا طبعا المخطط اللي أمامنا، هذا الشكل يرمز إلى حركة القطار على طول الخط الأخضر. كذلك هناك لو نلاحظ رقم موجود على في أعلى القطار، الرقم هذا يرمز إلى رقم القطار نفسه. طبعا رقم القطار هذا يتغير لونه بتغير حالة القطار، فيكون باللون الأخضر إذا كان القطار طبعا وصل إلى المحطة قبل موعده، ويكون باللون الأحمر إذا كان تأخر عن موعده، ويكون باللون الأبيض إذا وصل في موعده. هناك كذلك مخطط في أعلى الشاشة هنا، هذا يرمز طبعا لحالة الطاقة الكهربائية على طول الخط الأخضر. إذا كان الخط باللون الأخضر مثل ما لاحظنا فوق، معناته أن الطاقة الكهربائية مستمرة وبدون انقطاع، ما في أي مشاكل على طول الخط. طبعا بعض الأعطال اللي ممكن تحصل في أنظمة المترو اللي موجودة هنا، طبعا أعطال بوابات الدخول للقطار على سبيل المثال، لكن طبعا الأشخاص الموجودين هنا مدربين للتعامل معها بشكل سلس وسريع جدا. طبعا هذا يتم من خلال عدة أمور، من خلال التواصل بشكل فعال مع الموظفين الموجودين في المحطات، محطات القطارات، كذلك من خلال استخدام الأنظمة التقنية الموجودة هنا وباستخدام الكاميرات كذلك. تعتبر عربات المترو ابتكاراً حديثاً في حد ذاتها، يجمع بين الراحة والرفاهية من جانب وقمة التكنولوجيا العصرية من جانب آخر. فقطار المترو يحمل 643 راكباً على متن عرباته الخمس التي تعمل بطاقة كهربائية شدتها 750 فولت، ويبلغ متوسط سرعته 45 كيلومتراً في الساعة، وهو خاضع لمراقبة الصوت والاهتزاز ودرجة التوافق المغناطيسي. النساء والأطفال لهم عربة خاصة ومساحة إضافية للسماح بدخول عربات الأطفال والحقائب. تخضع عملية سير القطارات لمراقبة تامة بواسطة أحدث المعدات التكنولوجية، فالعين الساهرة أو مركز التحكم في عمليات القطارات بالراشدية تقوم بعملية المراقبة المستمرة من خلال 65 شاشة لمراقبة الخطين الأحمر والأخضر. وتكمن أهمية المراقبة المستمرة في كونها تراقب كل جوانب المترو، حركة القطارات، المحطات التابعة للخطين، للتدقيق في حال وجود أي أعطال حتى ولو كانت بسيطة. متابعة أعمال الصيانة وتحريك القطار التجريبي قبل موعد التشغيل الفعلي لضمان خلو السكك الحديدية من أي عوائق قد تكون في مسار القطار. هناك 3 أنواع من الدرجات على متن القطار: الدرجة الذهبية الموجودة في مقدمة القطار، وهي ذات مستوى عال من الخصوصية الأكثر رحابة، حيث يوجد مساحة للأمتعة و18 مقعداً جلدياً فاخراً. والدرجة الفضية التي يتراوح عدد مقاعدها بين 25 و27 مقعداً، أعطيت أولوية الجلوس لكبار السن والمصابين وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء الحوامل، بالإضافة إلى العربة المخصصة للنساء والأطفال.
وتم تزويد مقصورات القطارات بالوسائل السمعية والبصرية وشاشة عرض معلومات الركاب ونظام مكبرات الصوت باللغتين العربية والإنجليزية، كما تتوفر خرائط توضح مسار المترو والاتجاهات الأخرى للمسافرين، وهناك أيضا تغطية للإنترنت واي فاي داخل القطار. بالتأكيد إنه لا يسمح بالتدخين داخل عربات ومحطات المترو أو بنقل الحيوانات أو تناول الأطعمة والمشروبات على متن القطار. في جميع المحطات يوجد مكاتب للاستعلامات، مكاتب بيع تذاكر للحصول على البطاقات الذكية نول. تمكنك البطاقات الذكية من سداد تعريفة التنقل من خلال أربعة أنواع، وهي بطاقة نول الذهبية لمستخدمي الدرجة الذهبية والتي تشحن إلكترونياً وهي صالحة لمدة 5 سنوات، بطاقة نول الفضية وهي للركاب المنتظمين من مستخدمي الدرجة الفضية وصالحة ل5 سنوات، بطاقة نول الزرقاء والتي تحمل صورة المستخدم ضماناً له بعدم استخدامها من قبل الغير، تذكرة نول الحمراء للسياح والزوار وصالحة لمدة 90 يوماً. تمرر جميع البطاقات والتذاكر على القارئ الإلكتروني فيحدد الرصيد الموجود بالبطاقة والذي سيتم خصم تكلفة الرحلة إلكترونياً في محطة الوصول. الخط الأحمر يمتد 52 كيلومتراً تقريباً ويضم 29 محطة، منها 4 تحت الأرض بما فيها محطتا برجمان والاتحاد و25 محطة علوية. الخط الأخضر يمتد 23 كيلومتراً تقريباً ويضم 18 محطة، 6 منها تحت الأرض و12 محطة علوية. القطار بعرباته الخمس مصمم لاستيعاب 643 راكباً، ولكن يستطيع القطار أن يحمل عدد 897 راكباً كحد أقصى. نحن اليوم كنا في مترو دبي وعرفنا الكثير من المعلومات عن مترو دبي سواء كان من داخل العربات أو حتى عن المحطات، ولكن ما مدى معلومات الجمهور عن مترو دبي؟ هذا ما نريد أن نعرفه من خلال أسئلة الجمهور والجوائز المقدمة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهي عبارة عن بطاقة سالك وبطاقة نول وتذاكر ركوب فيري دبي.